بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم على بركة الله وحفظه، هنا ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا السادس خصص للحول صاحب السمو الشيوخ، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوة المشاركين مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والمميز، ونتمنى دائما التوفيق للاخوة المشاركين من أرضية هذا الميدان والجماهير الحاضرة لهذا الانطلاق الجميل والموفق. أذهب إلى الصدارة هناك مع المركز الأول، اللي في المركز الأول شعر سيديز مجد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع شاهينية عبد الله بن علي أبو نواس، النقلة هناك على مهاجرة محمد بن سيب بن حسين العليلي، وفي المركز الثاني اللي في ثالث المراكز عفوا من تأتي شرارة اسمه شيخ أحمد محمد بن راشد مكتوم مع مطار بن علي أبو نواس، وفي المركز الرابع الشاهينية في رابع المراكز من تأتي زعفران اسمه شيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع محير بن سيف أبو نواس، وفي المركز الخامس هناك سدوة حمد بن ناصر النعيمي. ما شاء الله، هاي النتيجة للمراكز دعناها عليكم كاملة مكملة مع هذا الانطلاق، هذا الانطلاق الجميل والموفق من نوعه إن شاء الله. ولكن اللي غيرت الصدارة هناك شرارة في صدارة هذا الشوط، صدارة هذه المجموعة في الانطلاق السادس، نتمنى إن شاء الله التوفيق للإخوة المشاركين مع هذا الانطلاق. هناك شرارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مضمر عمطار بن علي أبو نواس، ما شاء الله مضمر شاهينية اللي فازت في الشوط الماضي، ولكن هناك مهاجرة تأتي بثاني المراكز لمحمد بن زيد بن حسين العليلي، وصلت سدوة ما شاء الله سدوة على ثاني المراكز لحمد بن ناصر النعيمي، وفي المركز الثالث هناك من تصل الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي أبو نواس، وفي المركز الرابع ما شاء الله من تصل في هذه اللحظات زعفرانه لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف بن نايع أبو نواس. النداء للمراكز الخمس، نداءنا للمراكز الخمس هناك الثاني، في نداءنا الثاني، ولكن شرارة ما زالت تشن الحرب حتى هذه اللحظة على هذه المجموعة، على هذه السيطرة الجميلة حامل النقطة الثانية مع هذا الشعار المميز. اثنين هناك انقضن كيلومترات، والمتبقي اثنين هناك الاضافيات للتنافس الجميل للاوامر والسيطرة على احد الاسامي المميزة. شرارة لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن علي ابو نواس في عملية التضمير، في عملية التدريب والعناية التامة لهذه الهجن المميزة، وهناك مهاجرة تبغي تهاجر بالسلام، تبغي لها نقطة لهالمشرف مع محمد بن سيف بن حسين العليلي، ما شاء الله هو من يدفع بمهاجرة على المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث الله يا المركز الثالث هناك شاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي أبو نواس، وفي المركز الرابع بدأت تقترب سدوة حمد بن ناصر النعيمي، وفي المركز الخامس زعفرانة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومهير بن سيف أبو نواس. ها هي النتيجة كانت مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع الجميل، هذا الاندفاع المميز من نوعه، ولكن اللي مسيطرة ما شاء الله يا شرارة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط، مسيطرة على هذا الاندفاع الجميل، هذا الاندفاع المميز مع هذا الانطلاق الذي دائما يأتي مع هذه الأسامي. شرارة في المركز الأول، هنا ملاحقة ثلاثية مع هذه الشعارات الجميلة لنيل المركز الأول، ولكنها ما طاعت تسلم هنا أوراقي هذا الشوط حتى هذه اللحظة. اسمه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن علي أبو نواس، بينما هناك شاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي أبو نواس، وفي المركز الثالث سدوة على ثالث المراكز حمد بن ناصر النعيمي، وفي رابع المراكز زعفرانة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع محير بن سيف أبو نواس، وفي المركز الخامس هناك مهاجرة لمحمد بن سيف بن حسين. ها هي النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق، هكذا هي النتيجة حاضرة مع هذا
الاندفاع الجميل والمميز ما شاء الله، ولكن شرارة اللي مسيطرة على المركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي أوامر ولا ضغط عليها ما شاء الله. حتى هذه اللحظة ما عليها أي ضغوط، مسيطرة ما شاء الله، استراحة جميلة على المركز الأول ما شاء الله. شعار مش أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن علي أبو نواس، هناك عنده الأوامر، عنده الأوامر شهيني في المركز الثاني لسيدي سمو شيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس سدوة حمد بن ناصر النعيمي، هناك زعفران رابعا للمركز الرابع لسمو الشيخ راشد محمد بن راشد المكتوم، ومهير من سيف أبو نواس هذا التغيير اللي طرح وجرى على المركز الأول ما شاء الله. الشاهينية بدأت تغير، بدأت تسيطر على المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وعبد الله بن علي بن نواس أيضا يسجل نقطة في هذا الصباح مع هذا الشعار المميز. مكة الثاني سدوة حمد بن ناصر النعيمي، وفي المركز الثالث سمو الشيخ راشد محمد بن راشد المكتوم، رابع المراكز عفوا المركز الثالث سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. 6:26 81 جزء الثاني، تهانينا والناموس.